شهدت مدينة تعز اليوم الأربعاء مسيرة حاشدة للمطالبة بسرعة فك الحصار الحوثي عن المحافظة، ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب المجتمع الدولي والحكومة والمجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياتهم تجاه استمرار جريمة حصار المحافظة. وندد المشاركون في المسيرة بالموقف الأممي المتخاذل تجاه استمرار الحصار الحوثي للمحافظة منذ قرابة 8 سنوات. قال رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك إن مماطلة ميليشيات الحوثي وتنصلها عن تنفيذ ما يخصها من بنود الهدنة الإنسانية يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام مسؤولياتهم في تسمية من يعرقل السلام ويعمق معاناة اليمنيين الإنسانية واتخاذ عقوبات رادعة ضد الميليشيا. جاء ذلك خلال لقائه مساء أمس الفريق الحكومي المفاوض بخصوص رفع الحصار الحوثي المفروض على تعز بموجب الهدنة الأممية قبيل توجهه إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الاجتماعات التي دعا لها المبعوث الأممي. قالت قوات الجيش الوطني في محافظة تعز إن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستعد لجولة جديدة من الحرب على المدينة المحاصرة. وأكد نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي في محور تعز العقيد عبد الباسط البحر إمعان ميليشيا الحوثي في خرق الهدنة وتعزيز الجبهات بالمغرر بهم. ارتكبت ميليشيا الحوثي يوم أمس الأول 63 خرقا للهدنة في جبهات الضالع وتعز والحديدة وحجة ومارب. وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة إلى أن ميليشيا الحوثي شنت عملية هجومية واسعة على مواقع عسكرية بقطاع الكويحة في تعز واستخدمت فيها عربات BMP واستمرت في إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات ومناطق التماس. شيع المئات من أبناء محافظة عمران صباح اليوم إلى مقبرة الشهداء بمدينة مارب جثمان الملازم رمزي عبد الجبار طامي أحد منتسبي اللواء 141 مشاة والذي ارتقى شهيدا في جبهات مديرية رغوان ضد ميليشيات إيران الحوثية. وشهد المشيعون ببطولات الشهداء وتضحياتهم في ميادين الشرف والبطولة لاستكمال المشروع الوطني والتحرري معبرين عن تقديرهم لتضحيات أسرة آل طامي التي قدمت نحو 10 شهداء منذ الحرب الأولى في جبال مران وحتى يومنا هذا ولا يزال البقية مستمرين في جبهات القتال. كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن جهود أممية وإقليمية لتمديد الهدنة حتى نهاية شهر ذي الحجة بما يسمح للجان التفاوض حول فتح الطرقات وضع آلية للمراقبة وفتح الطرقات بين مختلف المحافظات اليمنية. ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر سياسية يمنية قولها إن المبعوث الأممي هانت غرينبرغ أبلغ عددا من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني أن لديه خطة سلام متعددة المسارات تبدأ من الجوانب الإنسانية وتحسين المعيشة للمواطن اليمني وتنطلق نحو السلام الدائم والشامل. اختتم المبعوث الأممي لليمن هانت غرينبرغ يوم أمس اجتماع الخبراء الاقتصاديين وأصحاب المصلحة الدوليين الخاص ببحث القضايا الاقتصادية والمتوجب التطرق إليها في عملية السلام باليمن. وركزت جلسات النقاش على تحديد أهمية القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف في المستقبل. قال عضو الفريق القانوني التابع لمجلس الرئاسة القاضي الدكتور أحمد عطية يوم الثلاثاء إن الفريق القانوني يجري اللمسات الأخيرة على مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس وهيئاته وفرقه وإنها ستسلم إلى رئيس المجلس الرئاسي قريبا. وأوضح عطية في تصريح للمصدر أونلاين أن الفريق في اللمسات الأخيرة من صياغة مسودة قانون الأعمال التي تنظم لأهم مرحلة في تاريخ اليمن وإجراءات سير مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي.
أكدت مصادر صحفية وفاة موظف لدى وكالة التنمية الأمريكية في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية بعد أشهر من اختطافه من منزله في العاصمة اليمنية صنعاء. وقالت المصادر إن موظف وكالة التنمية الأمريكية في السفارة الأمريكية بصنعاء عبد الحميد العجي توفي يوم أمس داخل سجون ميليشيا الحوثي بعد تدهور حالته ومنع الميليشيات عنه الأدوية طيلة فترة اختطافه في سجونها. وكانت ميليشيات الحوثي اختطفت العجمي من منزله في صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة. قال رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نجيب السعدي إن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أسقط 2,600,000 شخص في مناطق الشرعية من قوائم المستحقات للمساعدات الإغاثية، بينهم 1.5 مليون نازح. وأوضح السعدي في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط بأنه تم تحويل المساعدات المستقطعة إلى المناطق الخاضعة لميليشيات الحوثي. وثق تقرير صادر عن مرصد الحريات الإعلامية عشرات الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في اليمن خلال العام 2021. وقال مرصد الحريات إنه وثق 86 حالة انتهاك ضد الأفراد والمؤسسات الإعلامية. أكد نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي تطلع اليمنيين بقيادة مجلس القيادة الرئاسي لوقف الحرب وإحلال السلام ونشر الاستقرار من خلال توافق ومشاركة القوى السياسية. جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الدورة الثانية للمنتدى الصيني العربي للسياسيين الشباب المنعقدة عبر الاتصال المرئي في بكين برعاية دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في إطار التحضيرات لقمة صينية عربية. وأعرب الشدادي عن تطلعه في أن تلعب الصين دورا مهما في اليمن وأن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين. ترأس وكيل قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة الدكتور منير مانع لمع وفد اليمني في منتدى رؤية وطن الذي ينعقد حاليا بجمهورية مصر العربية برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى كمال مدبولي وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط. ويهدف المنتدى الذي تشارك فيه أكثر من 20 دولة عربية ويستمر على مدى 3 أيام إلى الخروج برؤية شبابية موحدة، فضلا عن تبادل الأفكار والرؤى التي تخدم العمل الشبابي والرياضي في الوطن العربي. نظم فرع اتحاد كرة القدم بتعز مباراة جمعت نادي أهل تعز مع نادي الرشيد في ميدان الشهداء على كأس الوحدة اليمنية 22 مايو، وتوج أخضر الرشيد بطلا لكأس مايو بعد تحقيقه لثلاث ضربات جزاء في مقابل ضربة جزاء للأهلي بعد انتهاء أشواط المباراة بالتعادل السلبي.